المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من حديث الناس، أهلا بكم. من خلال هذا البرنامج نحاول أن نوصل صوت المواطنين إلى المسؤولين لنكون العين الصادقة التي تنقل الحقيقة. اليوم نفتح ملفا جديدا وهو ملف الزراعة تحت عنوان واقع ومستقبل الزراعة في السودان، لنناقشه في عدة حلقات متتالية. نسعد أن يكون معنا داخل الاستوديو الدكتور عصام حامد دكين، الخبير الزراعي والباحث بمركز ركائز المعرفة للدراسات والبحوث. أهلا وسهلا بك دكتور دكين. السلام الأخ عثمان، وشكرا لك على الاستضافة وعلى العنوان الخطير. الله يجزاك الخير. الله يحسن إليك. يمتلك السودان أراض صالحة للزراعة تقدر ب 200 مليون فدان، كما أن أطول نهر للمياه العذبة وهو نهر النيل بمسمياته وروافده المتعددة يتميز به السودان، فضلا عن الأمطار التي تهطل بغزارة في كثير من المناطق السودانية. هذه كلها أسباب تعظم من الزراعة المروية والمطرية في آن معا. ولأن الوطن واسع ومترامي الأطراف فتتعدد فيه المناخات، ما يعزز من نجاح كثير من المحاصيل الزراعية التي تنمو في مناخات معينة. هذه المميزات كفيلة بأن يكون السودان من أكثر اقتصاديات العالم نجاحا. وقد قيل إن السودان سلة غذاء العالم. فما حقيقة واقع الزراعة في السودان، وكيف حال المزارعين فيه، وما الذي يستورده السودان من منتجات يمكن إنتاجها محليا، ثم كيف نقرأ مستقبل الزراعة بعد أن رفعت العقوبات من السودان؟ هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عنها من خلال هذا اللقاء. نذكركم بأنه يمكنكم متابعة بثنا الحي الآن على الإنترنت، كما يمكنكم التواصل مع هذا البرنامج وغيره من برامجنا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ويمكنكم متابعة هذه الحلقة لاحقا على قناتنا على يوتيوب، كما يمكنكم الاتصال بنا من خلال الأرقام التي تظهر على الشاشة. ونرحب بضيفنا داخل الاستوديو، ونبدأ معك دكتور دكين. وبدون مجاملة، ما الذي يمتاز به السودان من مقومات زراعية؟ تفضل. بالطبع البوتنشيال في السودان ليس لها مثيل في كل العالم. ومؤتمر روما سنة 74 ذكر أن السودان هو سلة غذاء العالم كما ذكرت. وما زال حتى الآن السودان يعتبر المخزون الاستراتيجي للإنسانية جمعاء. السودان وكندا في العالم هم المرشحين لسد الصقرة التي يأتي منها الجوع إلى العالم. فالسودان مليء بالفرص والموارد الريسورس unlimited. الاقتصاديون بيقولوا الموارد unlimited، لكن في السودان غير محدودة. عندنا كمية، لا هم بيقولوا limited مش كده، unlimited بيقولوا الموارد limited محدودة، ورغبات الإنسان unlimited. ولكن احنا في السودان بنقول مواردنا غير محدودة unlimited، ما محدودة. عندنا كمية هائلة من المياه الصالحة للشرب وللزراعة. عندنا الأندرغراوند، الموية الموجودة تحت الأرض هائلة في دارفور وفي كردفان وفي شرق السودان، مياه ضخمة تحت الأرض. يعني المياه حتى اللي بيحفروا بيلقوها قريبة. انت نعم، قصدها هي هو ده التحدي طبعا. ما اي زراعة من دون موية ما بتنجح. صحيح. المياه اللي بتأتي من الأمطار في أقصى السودان في مناطق جنوبه وشرقه كميات معقولة جدا. الأراضي الصالحة للزراعة التي تحدثت عنها هي كبيرة جدا. هنالك أراضي في السودان لم يطأها قدم إنسان حتى الآن، في جنوب النيل الأزرق وفي جنوب كردفان وتلك المناطق اللي فيها بعض الصراعات. استغليناه في مجال الزراعة بسيط جدا، يقدر بشنو كده؟ يقدر بحوالي مليون فدان ممكن تقول. يعني في القضارف 200 مليون فدان، نقول 100 يعني 200 في الحدود دي 2 مليون حاجة بشكل زي ده. يعني ما مستقل، هو موجود في ولاية القضارف وفي ولاية سنار وبعض من ولاية النيل الأزرق وبعض من ولاية جنوب كردفان
وجزء طبعا في غرب السودان قد يكون لم يزرع حتى الآن، فالبوتنشيال عالي جدا جدا، لكن نحن لم نستقر. أنت دكتور بتتكلم عن 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 الزراعة المروية التي لم يستغل فيها الأراضي ولا حتى المطرية؟ أنا بتحدث عن الفرص المتاحة عندنا، البوتنشيال عندنا في السودان كبيرة وواسعة وما مستقلة. المستقل هو ضئيل جدا في الجزيرة، في مشروع الجزيرة، والزراعة حول النيل، والزراعة في ولاية القضارف وفي ولاية سنار وجزء من بعض الولايات. كل هذه المساحات لم تستقل بعد حتى الآن للزراعة، ولم نستخرج المياه من باطن الأرض لنزرع بها على سطح الأرض حتى الآن. فالفرص كبيرة جدا والتحديات كبيرة جدا، وخلال الحلقة سنوضح هذه التحديات التي تواجه الزراعة إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. مشاهدينا الكرام، نذكركم بأننا نتحدث عن واقع ومستقبل الزراعة في السودان، ونستضيف لمناقشة هذا الموضوع الدكتور عصام حامد دكين، هو خبير زراعي وباحث أيضا في مركز ركائز المعرفة للبحوث للدراسات والبحوث. هناك تقرير نتابعه ثم نعود لنواصل حديثنا، فمع التقرير. القطاع الزراعي العنوان الأبرز لمثلث الدورة الاقتصادية التي تشمل القطاع الزراعي والصناعي والخدمي. ولما كان السودان أحد الدول العربية والإفريقية التي تتمتع بميزات تفضيلية في هذا المجال، برزت إلى السطح مبادرات عديدة، آخرها مبادرة رئيس الجمهورية لتأمين الغذاء العربي. لكن المبادرة التي ظلت تراوح مكانها لا زالت قيد الأمل والتطلعات. نحن الآن نعتقد بعد رفع الحظر الاقتصادي وتوجه المستثمرين على السودان، نحن نعتقد إن شاء الله ستجد الزراعة حظها من الاستثمارات. ونحن نعتقد الآن اتجاه الدولة كاستراتيجية تتجه إلى الزراعة هي الصواب، لأن الزراعة هي الأساس وهي المستقبل المضمون للسودان. خبراء اقتصاديون يرون أن ضعف الإنتاجية هي النقطة الجوهرية في ضعف مساهمة هذا القطاع، على الرغم من أن 70% من السكان هم في الأصل ينتمون لهذا القطاع. وتطورت الزراعة في السودان في القرن 20 وحتى دخلنا القرن 21، لكن هذا التطور نحن نعتقد انه يعني ما زال بعيد حقيقه من طموحات الناس. بالمقارنه مع شعوب اخرى احنا بنشاهد ونرى يعني كيف انها نهضت بالانتاج الزراعي نهضه كبيره. الكثير من الناس الان بيتحدثوا عن تركيا، يعني تركيا صحيح فيها صناعه لكن الزراعه فيها لها دور اساسي. تركيا الان بتصدر كثير جدا من المنتجات الزراعية المصنعة طبعا وليست خام. يعني احنا بنعتقد انه السودان اولا اكثر من 70% من السكان يشتغلون بالزراعة. المساحة الصالحة للزراعة في السودان الحديث عنها انها اكثر من 200 مليون فدان، احنا مستغلين حوالي ربع منها. التقنية المستخدمة في الزراعة عندنا في السودان متخلفة كثير جدا، وده السبب الأساسي المؤدي إلى ضعف الإنتاجية اللي بنتكلم عنها الآن. نقل التقانة والإرشادات ليست وحدها التي تحتاج لمراجعة حسب الخبراء. زيادة التمويل من أجل مطلوبات الكهرباء والتجميع والتزام الحزم أمر واجب الأهمية. المشكلة بتاعتنا الأساسية هي الضعف في الإنتاجية، والإنتاجية دائما ضعفها قد تكون يعني وأنا ما متخصص، لكن المسألة المتعلقة بنوعية البذور اللي انت بتستخدمها، الطريقة اللي انت بتزرع بها، الحزم التقنية اللي انت مستخدمها. انا بفتكر احنا محتاجين لتركيز اكثر ونوفر موارد اكثر في جانب البحث العلمي، لان البحث العلمي هو اللي بيحل المشكلة بتاعت المسألة المتعلقة بالانتاجية. هناك اجماع من المزارعين والمختصين والخبراء الاقتصاديين على ان الزراعة هي المخرج الامن للاقتصاد السوداني من وحدته باعتباره المعين المتجدد.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ومشاهداتنا الفاضلات. نعود إليكم بعد أن شاهدنا هذا التقرير. نذكركم بأننا نتحدث عن واقع ومستقبل الزراعة في السودان، وطبعا كل الناس يتباهون بما عندهم ونحن نتباهى بما عندنا، هذه الزراعة التي يعتز بها بل يتباهى بها حتى جيراننا من العرب وبعض الأفارقة بأن السودان فعلا كذلك، لكن الواقع ربما يختلف، وسنتعرف على يعني واقع تطابق الواقع مع هذه الافتراضات والأسباب بإذن الله سبحانه وتعالى. كل ذلك في هذه الحلقة. نذكركم بالأرقام التي تمكنكم من أن تتواصلوا معنا وتسمعون أصواتكم فيما يتعلق بهذا الموضوع المطروح. دكتور دكين، مرحبا بك مجددا. ووزير المالية السابق بيقول إنه ضعف الإنتاجية واحدة من الأسباب اللي وأصلا المساحات الكبيرة ليست مستقلة، وحتى المستقل منها إنتاجيته ضعيفة. طبعا من خلال هذا البرنامج وغيره من البرامج عرفنا إنه زيادة الإنتاج والإنتاجية، عرفنا الإنتاجية إنه الفدان بيجيب أقل من الحاجة المفروض يجيبها مقارنة بما هو لدى الآخرين. تفتكر لماذا وأنت رجل متخصص؟ وبالطبع إنه هنالك أسباب جوهرية أدت إلى تدني الإنتاجية، لكن نقول القطاع الاقتصادي برمته الآن هو محتاج لإعادة صياغة من حيث السياسات ومن حيث وثيقة الزراعة نفسها التي هي تحدد الخارطة الزراعية للبلد. على أي بلد في العالم عنده وثيقة الزراعة عشان تعمل كنترول على مدخلات الزراعة والإشراف على وضبط مدخلات الزراعة. العالم كله مدخلات الزراعة فيه غير مكلفة، يعني يسيرة جدا وتدخل بأبسط الإجراءات. قصدك البذور والاثنين مدخلات جاي الزراعة. جاي عليك مدخلات الزراعة كلها بأنواعها التقنية والحزمة التقنية بأجمعها والبذور. عشان نقولك كده اللي أهلنا بالبلدي أهلنا المزارعين أيوة التراب التراب أنواع التواريب المستخدمة هي التي تزيد من الإنتاجية بشكل كبير. الآن صحيح بنعاني من تدني الإنتاجية، لكن الأراضي المزروعة في قطاعين المروي والقطاع المطري بتزرع بنوعية محددة من المحاصيل، ودي عملت هبوط في أو قللت من خصوبة التربة في كثير من الأشياء. العلم والبحوث عملت إضافات لرفع من خصوبة التربة لزيادة الإنتاج، في إضافة النيتروجين الذي يساعد على عملية النمو النبات مبكرا، زي البوتاسيوم الذي يساعد في عملية الإسهار، والكالسيوم الذي يساعد في عملية الإسمار، بالإضافة للحديد والمنغنيز، بالإضافة إلى اليوريا. كل هذه الأشياء العالم مشى فيها في بخارطة كبيرة جدا جدا وبإنتاج كبير جدا وبناحية علمية كبيرة جدا. هذه الرؤية التي حدث لاستخدام هذه التقنية هي ضعيفة جدا عند مزارعين سواء كان في القطاع المطري أو في القطاع المروي. لسه ثقافة استخدام الأسمدة بشكل صحيح ما عندنا، نوعية استخدام الأسمدة حتى الآن الثقافة دي غير موجودة. وأقول هذا التقصير ليس في للمزارع نفسه، وإنما تقصير إداري مؤسسي لإدارة الإرشاد ونقل التغاني في البلد في وزارة الزراعة وغيره. يفرض هناك قنوات متخصصة، يعني مهندسين زراعيين متخصصين يذهبوا للمزارعين ويحدثونهم عن كيفية زيادة الإنتاجية لأي فدان مزروع. اثنين، غابت عملية استخدام الدورة الزراعية في السابق في مشروع الجزيرة أو في تلك المشاريع، هي عملية الزراعة بالتنقل من فدان لفدان، بور ثم بور ثم زراعة وهكذا، لرفع من خصوبة التربة لزيادة الإنتاج والإنتاج. دي واحدة أيضا من العوامل، لكن العامل الصعب جدا هو عملية الحصول على التقاعد، عملية الحصول على التقانة الحديثة المتقدمة التي تدخل في عملية الزراعة. الآن الزراعة السودانية تعاني من عملية التمويل الممنوح للمزارعين. بنك المزارع البنك الزراعي السوداني بيقدم حوالي 3 مليون جنيه للمزارع، ودي ضعيفة جدا في عملية الزراعة بشكل كبير. ارتفاع تكلفة الأيدي العاملة في السودان الآن غالية جدا جدا في مجال الزراعة. كل هذه العوامل ستضعف من عملية زيادة الإنتاج والإنتاج. نحن هنفصل يا دكتور دكين في الحاجة حتى لأن أنت سميتها بالصعب، هذه نجيب عنها عندها تقريبا في مكالمة هاتفية، يبدو أنها انتظرت أكثر من اللازم أو انتظر، لسنا ندري هو من هو في الهاتف، ولكن بأي حال من الأحوال نرجو أن يعاود الناس الذين يريدون أن يتصلوا به. مرحبا شتيل، السلام عليكم شتيل، السلام عليكم. طيب بنعتذر
وليتها عادة الأخت الشتيل وغيرها من الناس الذين يريدون أن يتواصلوا معنا. دكتور فضل أكمل حديثك. حقيقة أنت تحدثت بشكل ارتفاع التقاوي وارتفاع التقنيات، فدي واحدة من الأسباب اللي أدت إلى أنه العملية ما تكون بالشكل المطلوب. طيب الحتة المهمة جدا، هل القطاع الزراعي الآن جاذب إلى المواطنين السودانيين ليعملوا في مجال الزراعة؟ الإجابة بقول لا، أنه الآن الزراعة أصبحت يعني مهنة، هي أصبحت تعرض للخسارات الكبيرة جدا للمزارعين بسوء عدم وجود تسوق لمنتجاتنا الزراعية أو لعدم تنوع المنتوج الزراعي نفسه. أنه الآن ما في تنوع، في نوعية محددة جدا من المحاصيل من قمنا به هي بتزرع كالذرة بأنواعها أو بعض ال. طيب دكتور عشان ما شتيل دي انتظرت قبيلك لما غادرت جاد مرة ثانية. السلام عليكم شتيل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك أستاذ إسماعيل وتحية للدكتور عصام الدكين. الله يخليك، تسلمي، تفضلي يا شتيل. يعطيكم العافية. أنا والله تحية من هنا لعبد المنعم جمعة المرشد الزراعي لينا نحن في ولاية نهر النيل، لكن بنعاني من حاجة واحدة. أنت مزارعة يا شتيل؟ نعم. مزارعة لحد ما عندكم مرشد؟ أنا أيوه، نحن متابعين في إذا عبر هذا الصباح في صباح الخير نهر النيل ثابت مرشد. طيب المرشد بتاعنا بتاع الولايه كلها بيجي في الاذاعه. انا الحمد لله والدي مزارع واخواني برضه كذلك. يوم العافيه ان شاء الله. اقدر اقول للدكتور انه في البصل ده يعني التيرب بتاعه مختلف. احنا بنتكلم على البصل المستورد. من دخل علينا البصل المستورد بيجا ما بيستحمل يا استاذ اسماعيل زي البصل حقنا الزمان. يعني حتى العفون ما بيستحمل حاليا ما راعوا ظروف الزحل اللي بيجي. يعني هذه المرة دي كمان مع قبل عيد الأضحى حصلت الزيادة. يا شديل عشان نفهم معاكي لحظة، انتوا كنتوا بتزرعوا في بصل سوداني وكان عم بيتحمل الظروف ومختلف وبيعيش فترة أطول. الحصل شنو؟ بقيتوا تجيبوا تراب جديد، شتول جديدة من البصل المستورد ولا شنو؟ ايوه يلا جا في هو بعرفه، هو هنا بصل كده في علب، عبارة عن علب منتج تجي من الخارج مستورد، بقول على عديد مستورد نسمينه هنا بصل الحالي، بقول عليه بصل إسباني. بصل إسباني ايوه يلا. طيب. متعارف عليه يلا هسه حاليا حتى نحن في البيوت للتخزين بتاعه يعني العفونة بتاعته يعني بيعتن سريع، حتى درجة الحرارة ما بتستحمل تحت الشمس. غير يعني غير مؤمر. ايوه تمام. ايوه وحاليا سبحان الله يعني لما يجي البحر يعني ربنا ان شاء الله يعوضه، يعني بعد كله قبل عيد الضحية دي جزء من الناس شال جزء منهم. البحر شال البصل. ايوه يعني هو يلا يشوف الظروف دي يعني المفترض يعني مستوب النيل والناس في النيل وبعدين العفونة وخسارة كده، بقت خسارة على المزارعين من غير الرسول بتتسدد. طيب يعني البحر يا شديل خلينا برضو معاك واحدة واحدة، ما هو البحر ده ما طبعا ظروف طبيعية ممكن يشيل البصل حتى اللي كان زمان بيزرع ولا في اختلاف؟ هم عشان يا أستاذ اسمعنا حلو، نحن عندنا هنا بالموسي حاليا الموسم شغال فول يلا وبيزرعوا السماد هنا حق البصل ده التيراب بتاعه يلا بيجي عندنا لما نجي الوقت بتاعه بيجي قام شنو البيجي يعني بيزرعوا حد يلا بيطلع لما يكون المنتج قاعد البحر جا فوقه بقول شنو قام شال البصل كله بخسارة يعني بقى أنا زرحته وحصدته وكله والشمس شالته وبعد كله ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى فوق كل شيء. صح. طيب بنسألك سؤال أخير يا شتيل، هل البصل الزمان بيزرع مثلا بيستوي قبل ده مثلا أو بيستوي بعده ولا شنو؟ أوريك زمان كان كيف، زمان سبحان الله يا أستاذ إسماعيل حلو كان لونه أحمر شديد ولما انتحش ذاته دموع عز تجري ما زي البصل حاليا، البصل حاليا دي عادي. طيب. يعني وحتى يعني لونه يعني شفتوا مويته كده ده احنا عندنا الفرق بين حقنا احنا وحق ناس كثرة، حتى حق كثرة مويته كثير وحقنا احنا مويته ما كثيرة. طيب ممتاز، عندك أي إضافة ثانية شتيل قبل ما نودعك؟ والله بشكرك كثير. شكرا لك يا شتيل، شكرا جزيلا. شكرا، بنشكر الشتيل وحقيقة ضدد معلومات جديدة. دكتور دكين علق على حديث الفضل. هي طبعا ذكرت انه البصل المستورد جاي من اسبانيا بسموه البصل الاسباني، وطبعا البيئة اللي يزرع فيها دي كاسبانيا أرض مختلفة عن أرضنا والمناخ الموجود في أسبانيا بيختلف عن مناخنا الموجود في السودان. فالخطأ بيكون وين؟ أنه قبل ما يتم زراعته في الحقول ويصبح
في يد المزارع عشان يقدموا للإنتاج يفترض تدعم له زراعة خاصة في حقول خاصة، زراعة تجريبية، زراعة تجريبية في هيئة البحوث الزراعية ومراكز البحث، ويتأكدوا من مدى مقاومة هذه النوعية من البصل أو تأقلمها مع البيئة الموجودة في السودان، سواء كان في الشمالية أو في الجزيرة أو في كسلة. فدي بتكون هنا الأخطاء من الأول، أنه ما جربوا هذا البصل وزرعوه في حقول تجريبية وتأكدوا من ملائمته للبيئة، تأكدوا من كمية إنتاجه، تأكدوا من معاملاته الفلاحية كيف تتم فترة زراعته بالذات في تلك المناطق. فده خطأ فني وخطأ بحثي كبير، أو هو ممكن يكون لا يمكن أن يكون هذا البصل جاء به ليزرع ثم يصدر إلى بعض البلدان المماثلة لإسبانيا. أنا قبل في مدخل حديثي قبل ما تقاطعين حدثت عن الوثيقة الزراعية. أيوة. يفترض السودان يكون عنده وثيقة زراعية. هذه الوثيقة بتحدد النوعية المستوردة من التقاوي. أيوة. فأي كان مجالاتها، يعني وثيقة ضابطة بتهتدي عليها كل مؤسسة الزراعة في السودان الخاصة والحكومية. بتصبح هي التي تقوم باستيراد التقاوي المجازة من قبل هيئة البحوث الزراعية السودانية ومصدق عليها من الجهات العليا في السودان في وزارة الزراعة والمجلس الوطني، وكل هذه الجهة التي تسيق أو تؤمن أو تؤكد أن هذه هي الوثيقة الزراعية التي يجب أن نعمل بها في السودان بما فيها يتناسب مع بيئة السودان. ونحن ما عندنا وثيقة؟ ما عندنا وثيقة للأسف. حصلت فوضى، الكل يريد أن يستورد نوعية مختلفة من التقاوي ليأتي بها في السودان، وربما تكون حاملة للأمراض النباتية التي تصير، وربما لا تتناسب مع البيئة السودانية كما حصل الآن، ويعرض المزارعين لخسارات وقد تنقل أمراض غير متناسبة. فافتكر لابد أن تكون هنالك وثيقة ضابطة لعملية استيراد التقاوي من الدول الخارجية إن شاء الله. نعم. بإذن الله تعالى. نواصل حديثنا عن واقع ومستقبل الزراعة في السودان مع الدكتور عصام حامد دكين، الخبير الزراعي والباحث بمركز ركائز المعرفة للدراسات والبحوث، لكن كل ذلك عقب الفاصل. دعوة لمشاهدين الكرام للبقاء معنا حتى نهاية هذه الحلقة. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام ومشاهداتنا الفاضلات، نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونذكر بأننا نتحدث عن واقع ومستقبل الزراعة في السودان، ونستضيف لمناقشة هذا الموضوع الدكتور عصام حامد دكين، الخبير الزراعي والباحث بمركز ركائز المعرفة للدراسات والبحوث. مرحبا بك دكتور دكين، ولابد لنا أن نقف وقفة قليلة مع حال المزارعين. أنت قبيلك أشرت بشكل خفيف على أنهم الزراعة ما مشجعهم على أنهم يزرعوا، دعنا نتكلم نقيف عند حالهم، يعني ليه الزراعة أو ما مشجعهم أنهم يزرعوا. أولا يعني زي ما ورد التقرير أنه 70% من مواطنين السودان هم زراعيين، سواء كان في المجال الحيواني أو المجال النباتي. والزراعة لها أكثر من عشرات السنين لا يوجد سوق خارجي لها جاذب، بحيث ما ننتجه هو حاجات خام من الذرة والدخن والسمسم والسمق العربي والقطن، هي رغم أن دي محاصيل نقدية مطلوبة في العالم لكن إحنا ما قاعدين نعمل لها قيمة إضافية. الآن ما موجودة أسواق خارجية لشراء منتجاتنا المطرية أو منتجاتنا المروية، فبالتالي تكلفة الإنتاج نفسها عالية. وديك نموذج في مجال الذرة، الآن تكلفة الجوال حسبناها يعني تصل 120 جنيه، يعني منذ أن قمت بحراسة الأرض والزراعة والحشو والكديب والقطع لحد ما يجمع في شوال بيكلف حوالي 120 جنيه تكلفة عمالة. لما يباع في السوق بيباع بحوالي 200 جنيه أو 210 بهذا السعر، يبقى هو غير مربح وقد يعوضك الخسارة، لكن ما مربح بيديك فايدة أكبر. مثل ده في محصول الأزرع. كذلك بعض المحاصيل تنتج ما بتجد سوق لا داخليا ولا خارجيا، فبالتالي أغلب الناس تركت الزراعة وذهبوا إلى حرف أخرى وإلى مهن أخرى، إما بايعين للأشياء في شوارع الخرطوم وأسواق الخرطوم، وإما ذهبوا إلى عملية التعدين العشوائية والتعدين الأهلي كما يسمون له في الذهب. تركوا هذه الزراعة وأصبحت غير جاذبة. لابد الدولة أن تحرك هذا القطاع الزراعي بشكل كبير. أولا توفر المدخلات الزراعية، تكون هنالك شركات
سواء كان في القطاع الخاص أو القطاع العام، تستورد كل ما يحتاجه السودان من مدخلات زراعية وبأقل التكاليف، وأن الدولة تدعم هذا المواطن السوداني عبر الجمعيات المنتجين والمنتظمات المنتجين لتسهل لهم عملية الحصول على التقانة الزراعية والآليات الزراعية والتقاوي الجيدة، التقاوي الجيدة المجازة على حسب البيئة السودانية. هذه المنتجات يجب أن تجد أسواق خارجية، تجب الدولة أن تفتح كل العالم، تصل كل العالم عبر سفاراتها الخارجية والملحقين التجاريين والمعارض التي تقيمها على مستوى الدول لتقديم المنتجات الزراعية إلى العالم، لكي نجد أسواق لمنتجاتنا ونشوف العالم ماذا يريد من السودان. هي الأسواق موجودة، يعني هي ليست موجودة. عندك الكميسة، ما احنا ما مستفيدين منها، بل بعض الناس بيقولوا انه مفروض يأجلوها لفترة من الفترات بحيث انه المنتجات السودانية ايا كان نوعها تتحسن وعشان يمشي بعد يتنافس. الكوميسا تجمع ضعيف، هو لبعض الدول الافريقية الضعيفة اضعف من السودان بكثير جدا. ومع ذلك احنا ما مستفيدين منها. اي ما هي ذاتها ما بتحتاج لمنتجات، يعني هي ذاتها بتعاني من الانتاج التي تنتجه كيفية تصدره الى العالم. انا اتحدث عن فتح اسواق في شرق اسيا مثل الصين وماليزيا والدول الكبيرة، فتح أسواق لنا في أوروبا، نتعامل مع أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية رغم أنه فيها إنتاج ضخم من الزراعة، لكن إحنا لدينا نوعية يعني غير موجودة في العالم مثل الصمغ العربي والسمسم والقطن السوداني المميز ومنتجاتنا من الحبوب الزيتية. لو وجدنا هذه الأسواق الآن فتحت للمزارع السوداني، يستطيع أن يعود الشعب السوداني 70% ديل يعودون إلى الزراعة والإنتاج الزراعي، وبالتالي تنتعش الزراعة. الآن ما يعطل الزراعة هو عملية التسويق. الآن ما يعطل الزراعة أصبحت غير جاذبة لأنها لا تغطي التكاليف التي بدأت بها. ممتاز، استقبل لقمان من الجزيرة. السلام عليكم لقمان. مرحبا بك، الله يبارك فيك. تفضل يا أخي. ما سامع عندك لقمان؟ انت لو عندك التلفزيون جنبك شغال اطفي الصوت واسمعنا من الهاتف بس يا لقمان. جدا يلا اخ عثمان، والله برنامجك جميل وبرنامج هادي. برنامجنا طبعا يا لقمان، نحن جيش جرار، شفت انا شايفني براي ده معاي عدد من الناس، ادعو لهم ان شاء الله ربنا يتقبل منهم. تفضل. اللهم امين. تسلم. الحلقة جميلة جدا جدا والله، ومفروض الناس أيوة اللهم أمين، يعني مفروض الحلقة دي تشتغل يوم كامل، ولو اشتغلت يوم كامل الناس يعني ده مستقبل البلد في الزراعة دي، غير الزراعة ما عندنا حاجة إلا بعدها تطلع حاجات ثانية. أنت يا لقمان مزارع، موجوعين جدا جدا إحنا كمزارعين. أنت مزارع؟ يا انا مزارعي. موجوع من شنو يا لقمان؟ لانه والله احنا مزارع. نعم لقمان، اقفل التلفزيون اسمعنا بس من الهاتف، او ابعد عنه لو بتتكلم بالموبايل اطلع برا اسمعنا بس من الهاتف لانه في صدى. قفلت الموبايل. ايوه قفلت التلفزيون. طيب انت موجوع من شنو؟ موجوع والله اول حاجه من الكلام اللي ذكرته الطيب، اول حاجه انت بتحضر كويس، بتجري البذرة بتلقاها بذرة ضاربة ما بتقدر تحقق لك إنتاجك، يعني اديك نموذج السنة دي احنا زرعنا تيراب قطن ابو ما يقوم من الواطة. لا حول ولا قوة. اكتشفنا انه دي بذور استخلصوها من المحالج وطبقوها بالسقفة وجابوها للمزارعين. تجري بذور القمح. جبتها من وين يا لقمان؟ دقيقة، في البذور بتاعت القطن دي جبتها من وين انتوا؟ جبناها من التجار بتاع المحالج، يعني تجار القطاعيين. ومن زمان كنت بتجيبها من وين؟ زمان قبل ما تجيبها منهم، هم كنت بتجيبها من وين؟ طبعا زمانك بتتوزع عبر المكاتب. ايوه يعني الامانه ذاتها بكل امانه ما في. والمكاتب ده هسي بقد ما في؟ المكاتب دي بقد ما في. لا حول ولا قوة الا بالله. بقت الشغل تجار صغار بيتعاملوا مع المزارعين، بيشتروا قطنهم وبيجيبوا لهم بيزورهم. طيب ما في اماكن مثلا في الخرطوم او الاسواق في مدني جوا
الأسواق الكبيرة تكون في حتات لكن بتوفر في البذور. أسماء، لكن الصيغة ما في صيغة، يعني الله ما في المستعان. صيغة إنك أنت تشتري من محل زراعي. ما سامعك أنا. احنا سامعينك ما يعني. سامعك. احنا سامعينك انا احنا ساكتين عشان نسمعك، تفضل. يلا والله لو انا عندي نقاط كم مستطاع اتكلم عليها. اول حاجه على البذور دي واحده، البذور واحده. طيب نمره اثنين، التكلفه العاليه بالزراعي المفروض على الاقل الحكومه تسهل عمليه المبيدات، اسمده، تقلل التكلفه بتاعت الزراعه، في نفس الوقت توجد سوق مربح للمزارع على اساس يشد حيله ويرفع من مستوى معيشته. دي الثانيه، الاداره ذاتها غايبه، كل الغياب تام عن المزارع وارشاد المزارع الصحيح زي ما تفضل الدكتور الخبير الزراعي، لانه وين الاشياء اللي بتضيف للمحصول ده حاجه. انا عندي مزارعي والله جاب مبيد بطنه قايمه بعد نهايه، خلاها واطاه جرداء، ما في اي حاجه. في جهل المزارع وعدم توعيته والتوعيه الكامله بالحاجات اللي بيستعملها في الغير بتاعته. يعني بتين يدي مثلا فطري، بتين يدي السماء الزهره دي يديها نيتروجين، بتين يديها في مرحله السماء الاسمار شنو، ده كله ما معلوم. يعني ايه المزارعي بيتخبط، يمشي للمحل الزراعي التاجر دار يربح يقول له يا اخي تناول ده، اهم شيء للمحصول بتاعك ده. فيا جماعه كترونا من البرامج الزراعيه دي على اساس الناس توعى وتتثقف. نعم. ومفروض زي اخونا الخبير الزراعي ده يعني هم على الهرم فوق يعقدوا نحن رضوان ان شاء الله اجتماعات. باذن الله الملف ده حيكون ضيوف عندنا من غدا، وانت ماشي حيكونوا معانا فيه وزارة الزراعة الاتحادية بمختلف المسميات بتاعتنا اللي احنا حنجي نستضيفهم ونناقشهم فيها، وعلى الاقل نقدر نستنطقهم ونخليهم يكونوا اقرب باذن الله سبحانه وتعالى من المزارعين، ويملكوهم كافة المعلومات اللي بيحتاجوا ليها، يحاولوا يساهموا معهم في الحل ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا لقمان، بنشكرك وبنشكر كل الذين يتابعوننا من المزارعين سواء كان في الجزيرة أو حتى في أي بقعة من بقاع وطننا الحبيب. فضل الدكتور لقمان علق، نفس الدكتور دكين علق على نفس الإشكال اللي حصل لأخوتنا في الشمالية في زراعة البصل. هو الآن قال نحن استلمنا بذور من أهل أصحاب المحالي، طيب وتم زراعتها ولم تنبت حتى من الأرض. فذي حاجة خطرة جدا. يعني الزراعة هي الاستراتيجية بتاعت البلد، والزراعة هي اللي بتنمي الاقتصاد، والتنمية تعني الأمان وتعني الاستقرار وتعني التخفيف من حدة الفقر. أنا قبل قلت أنه يجب أن لا تحصل فوضى في عملية جلب التقاوي. التقاوي يجب أن تكون في قناة واحدة في السودان هي التي تقوم باستجلاب هذه التقاوي، أو هي التي تدخل عبرها التقاوي. يعني يحصل لها فحص، إذا جابت أي شركة من شركات القطاع الخاص لهذه التقاوي، أو جابت الشركات الحكومية، أو جابت وزارة الزراعة، يجب أن تخضع لتجربة من ضمنها تجربة الحقول التجريبية في مدارس الحقول التجريبية عند هيئة البحوث، يتأكدون تماما أن هذه البذرة الصالحة للنمو في البيئة السودانية في مشروع الجزيرة أو في أي مشروع من مشاريع السودان. من بعد ذلك تمنح للمزارع اللي يقوم بزراعتها بعد تلك الضمان والتدريب على تلك هذه العملية الفلاحية سواء كان في القطن أو في أي محصول من المحاصيل، وكيفية استخدام التقاوي واستخدام السماد وعدد الريات، دي كلها بيحصل فيها تدريب مباشر وتوعية للمزارع الذي يقوم بالعملية هذه الزراعية. لكن يبدو هنالك فوضى عارمة موجودة في عملية استخدام التقاوي، ودي أدت لخسارة، خسارة مزارع يعني خسارة بلد، يعني خسارة يعني محصول خسارة استراتيجي. المزعلني في الخسارة دي نعم، مش انه هو دفع قروش في حاجه يعني زي ما بيقولوا فالصو، انما حتى فوتوا عليه فرصه انه يزرع. يعني الحاجه دي بتزعل جدا، وطبعا فوتت فرصه على البلد كلها، لانه المزارع بيزرع من اجل الوطن. صحيح. ما في مزارع بيزرع وبيجيب كميه هائله من المحصول لاستخدامه الشخصي. صحيح. بيشيل ما يغنيه والباقي بيطرحه في السوق، خصوصا والسوق بيستخدمه في 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 مجال صح. التصدير وهكذا. صح. نحن يجب ان نضبط عمليه ادخال التقاوي في السودان بشكل كبير جدا جدا. يعني فترات حصلت اشكاليات كبيره جدا عندما تم تجليب الشتول بتاعت النخيل في السودان وتم حرقها على مدى على اعين الناس.
دول كانت ضاربة وكانت تحمل فيروس كان ربما تضر بكل المحصول في السودان الموجود من الجيل إلى حد حلفة يعني، لكن الحمد لله تلافوها وتم حرق هذه تلك الشتول. أنا أقول لابد أن يكون هنالك ضابط، ولابد أن تكون هناك وثيقة تضبط عملية استيراد البذور التي تصلح زراعتها في السودان، ويجب أن يكون خط أحمر تحرسه القوات المسلحة ويحرسه الأمن السوداني وتحرسه حتى رأس الجمهورية في عملية التقاعد. القوات المسلحة والقوات النظامية كلها بصراحة لو جابوا لها الحاجة وقال لها احرسها ما عندها مشكلة، لكن كيف يجيبوها بس. طيب هو أخونا لقمان أيضا وقف في نقاط مهمة جدا جدا، منها أنه التكلفة العالية للأسمدة والحكاية بتاعت غياب أو انعدام الوعي، الناس ما عندها، قال الناس الزملائيين يتخبطون حسب كلامه. يعني هو طبعا صحيح أنا بقول قلت الزراعة ما جاذبة، خريجين الزراعة في السودان عدد ما سهل، عدد كبير، تكاد كل جامعة الآن في السودان فيها كلية زراعة، وعلى رأسهم جامعة الخرطوم وجامعة الساعي علوم والتكنولوجيا، خرجوا ما يسمى بالمرشد الزراعي، يتخصص ويتخرج بدرجة أونر لمدة 5 سنوات، يدرس كل العمليات الزراعية ويتخصص في عملية إيصال الرسالة إلى المزارع الموجود في أي منطقة في السودان. لكن هذه الوظيفة الزراعية الآن أصبحت غير جاذبة، لأنه الراتب الذي يمنح للمهندس الزراعي والمرشد الزراعي لا يتجاوز ال 1500 جنيه او ال 1200 جنيه، هي غير جاذبة لعمل في تلك القطاع. لا بد من النهوض بالقطاع الزراعي بكافة، بالفنيين، بالباحثين، بالمهندسين الزراعيين، بالعاملين، أجمعهم أن يأخذوا رواتب مجزية لكي ينتشروا للعمل في السودان. لكن الآن لو عرضت الوظيفة الزراعية على أي خريج زراعي مهندس زراعي ما حيعمل، إما يمشي للقطاع الخاص أو يغترب أو يشتغل في أي مهنة من المهن. للأسف خريجين الزراعة في السودان لا يعملون في القطاع الزراعي أغلبهم، إلا القليل الغليل جدا جدا، ورغم أنه سنويا كليات الزراعة تقبل عدد مهول جدا من هؤلاء الطلاب. لابد أن نعيد هيئة البحوث الزراعية يعني تعاد بشكل إيجابي وتقوم بدورها الحقيقي وتستنبط عينات هيئة البحوث، هي موجودة الآن لكن تقوم بدورها الحقيقي، كذلك هيئة التقانة والإرشاد أو ما يسمى بإدارة التقانة والإرشاد، ويجتهد يعني كثيرا الأخ البروفيسور مامون ضوى البيض ربنا يطراه بالخير، اجتهد في هذا المجال في وزارة الزراعة، ومعنا البروفيسور عوض الله ومجموعة من الإرشاديين الزراعيين وعبد المحمود علي الشيخ حسن الشيخ، كل هؤلاء الذين قادوا عملية الإرشاد في السودان، لكن في جزء كبير منهم كبروا الآن وقعدوا في بيوتهم إلا يجيبون في بعض المحاضرات الآن. والآن يعني اليوم هو في كردفان تقريبا، هو خبير في شركة دال الزراعية طبعا في نفس في تجاري في الزراعة، لكن الدولة كان مثل هؤلاء الخبراء تديهم من المال ما يعيشهم وما يسر حالهم عشان يبدعوا ويقدموا عمل في القطاع الزراعي بشكل كبير. يا ريت نواصل حديثنا مشاهدينا الكرام لكن عقب الفاصل. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام ومشاهداتنا الفاضلات، نعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير. نذكر بأننا نتحدث عن واقع ومستقبل الزراعة في السودان، ونستضيف لمناقشة هذا الموضوع الدكتور عصام دكين الخبير الزراعي والباحث بمركز ركائز المعرفة للدراسات والبحوث. دكتور عصام، أتحدثت حديث طيب و بتتكلم عن انه الاراضي ما مستقله عفوا، وكذلك التقرير بعض الناس في التقرير اشاروا الى ذلك. ده بخلينا نتساءل عما يستورده السودان من منتجات بالامكان ان تنتج في السودان. هو بالطبع هناك عديد من المنتجات بتنتج في السودان، ولكن في تغيير في ثقافة الشعب السوداني عامة، أنه نحن عندنا كمية من الموالح بتنتج في نهر النيل وفي الشمالية، لكن مصرين أن نجيب المنتجات المصرية، ومصرين أن نأتي بالمنتجات اللبنانية من الفواكه وهكذا، وهذا تغيير ثقافي. إحنا نقول للشعب ما تأكل، لكن حصل هنالك منهجية واستراتيجية غيرت الصفة الغذائية للشعب السوداني. نحن كنا بنستهلك نسبة عالية من الدخن والذرة، الآن ولاية الخرطوم وصديقك الغول بتستهلك 50 مليون رقيفة في اليوم، 50 مليون
رغيفة في اليوم، يعني معناتها تغيرت التركيبة الغذائية كلها من في ولاية الخرطوم مثلا من الذرة بأنواعها المختلفة إلى الخبز. والآن يمكن تقدرت كمية المبالغ التي يستورد بها القمح من الخارج بأكثر من مليار جنيه في السنة، وتركنا أكل الذرة بشكل كبير، وده تغيير كبير. ونحن ما بنقدر ننتج كمية للقمح بهذا المستوى التي تغطي أسباب، بننتج ما يقدر ما بين 20 إلى 25 في المية. وحتى صحيح هيئة البحوث الزراعية استنبطت حوالي 17 نوع مثلا من القمح في السودان لتم زراعته، ونجحت لحد ما كبير، ولكن العمليات الزراعية والبروسيس والفترة الشتوية ذاتها في السودان قصيرة، ما خلت ننتج كمية تساهم في عملية الاستهلاك المحلي في السودان. للأسف نحن بنستورد كمية هائلة جدا من القمح، وعندنا كمية من الأمطار وكمية من المحاصيل الأخرى ممكن نستخدمها في الناتج في الاستعمال الغذائي. السؤال يا دكتور، ودي ظاهرة في المستقبل صعبة إذا لم نستطيع إنتاج القمح بشكل كبير يغطي استهلاكنا، لابد أن نغير هذه العادة التي دخلت علينا بشكل كبير. الآن السودان معظم السودانيين بيأكلوا الذرة والدخن في المأكولات المعروفة العصيدة، في الكسرة، بعض قليل جدا جدا من أهل الشمال بيأكلوا القمح في القراصة وهلوم جرة. الخلى إنه الناس كلهم يتغيروا للقمح، مع إنه القمح لا يزرع بكميات كبيرة في السودان، مع وجود يعني إمكانية زراعة للذرة بشكل كبير جدا جدا في السودان، السبب اللي خلى الثقافة دي تتغير شنو؟ والمحصول الرئيسي أصلا في السودان هو الذرة والدخن والذرة بأنواعها. طيب، وللأسف حصل تغيير في الثقافة الغذائية عند السودانيين، بقى تذهب إلى أقصى المناطق الريفية في السودان يقدموا لك الوجبة موجود فيها الخبز والقمح، ودي طبعا مؤثرة جدا على المائدة السودانية، رغم أنه القيمة الغذائية للفتريات السودانية والقيمة الغذائية للدخن أعلى من القيمة الغذائية الموجودة في القمح بجهادة الأمم المتحدة. أي أوجد يعني ولما أتى القمح وتم استخدامه كانت نتائجه ما إيجابية، يمكن غادت الناس كثيرين إلى الهزل وإلى الضعف وغيره. الذرة كانت فيها قيمة غذائية عالية، فيها نسبة نشويات عالية جدا، فيها كل المكونات الغذائية، لكن للأسف تغيرت التركيبة الغذائية. أنا لا أقول هنالك في منهجية محددة، لكن بقول الرأسمالية التي تريد أن تجني أكثر من الأموال اتجهت كليا بدل تدعم بهذه الأموال المزارع في مشروع الجزيرة وفي النيل الأزرق وفي سنار، بتسحب هذه الأموال إلى مزارع موجود في كندا منتج قمح أو موجود في أستراليا. إحنا كنا بنأكل أفخم، أو حتى الآن بنأكل أفخم وأجود أنواع القمح في العالم، بنشتريه بأكثر من مليار دولار خلال السنة. لو المليار دولار دي توجهت إلى زراعة بأنواعها المختلفة في السودان يكاد نحن نكون أفضل. أنتوا خليتوا أكل اللي بتزرعوه، أنتوا خليتوا أكل اللي بتزرعوه وبتأكلوا قمح. والله للأسف فعلا دي نقطة خطيرة جدا، ويجب أن يتراجع فيها الشعب السوداني وأن نجيب عند هذه النقطة. ممتاز، نحن نمشي طوالي، لأننا كيف نقرأ مستقبل الزراعة في ظل الانفتاح عقب رفع العقوبات عن السودان؟ الزراعة عندها مستقبل إذا وجدت الإرادة السياسية بصراحة، إذا أصبحت الإرادة السياسية قوية وخلت التنظير الاقتصادي والكلام الكثير عن في مجال الاقتصاد في الواردات وتقليل الصادرات وهكذا، لو اتجهت كليا نحو الزراعة وطورت العملية الزراعية بإدخال التقنيات الزراعية الحديثة، إذا قلنا بعد رفع الحظر نطلب من أمريكا آلات زراعية حديثة، ونجيب تقاوي من أفضل مراكز البحوث الموجودة في العالم في أمريكا أو جنوب أفريقيا أو في الصين، ونعمل لها تيست في السودان نشوف ما يتناسب مع السودان ونقوم بزراعته. نحن دائرنا التنظير السياسي دي يا دكتور. نعم، لأنك كأنك بتتحدث عن حاجة أوفر أو أكبر من قصة من وزارة الزراعة أيا كانت هذه الوزارة. خلينا نفصل عنها فيها بعد المكالمة الهاتفية دي. حامد السلام عليكم. يا حامد السلام عليكم. طيب يا ريت لو عاد، وين كان احنا بالمناسبه نتكلم في نهايه الزمن، فاشكر لنا المشاهدين الكرام. خلونا انت يمكن اتفضل يا دكتور. الاراده السياسيه مهمه جدا، لو وضعت في مقدمتها وفي اولوياتها النهوض بالاقتصاد السوداني فلتتجه نحو الزراعه بشقيها النباتي والحيواني. احنا قبل ما نتحدث فقط عن الجانب النباتي، لكن الزراعه مكتمله بجوانبها الحيوانيه والجانب النباتي، تجه هذه الموارد التي نهدرها في شراء القمح ونشتري بها البرتقال المستورد من مصر والتفاح الجاي من لبنان، تتجه هذه الاموال نحو الزراعه السودانيه. نقوي المحاصيل اللي تدينا عائد مالي كبير،
نحسن من عملية الصمغ، كيفية جمع الصمغ العربي وإضافة قيمة إضافية لمنتجات الصمغ العربي، نزيد من أنواع السمسم في العالم. الآن جوال السمسم رغم التدني الضعيف في أسعاره ب 800 جنيه وجوال الزرة بحوالي 200 جنيه، في فريق كبير جدا. نطور من زراعة الكركديه ونطور من زراعة الصمغ العربي ونطور من الزراعات المحصول البقولية والمحصولات والحيوانية التي تساعد في زراعة أيضا كلها. ونطور وحدة الحيوان، نطوره من ناحية البيطرية، من ناحية المراعي، من ناحية المشافي، من ناحية تنويع السلالة ورفع كثافة السلالة. كل هذه الأشياء إذا اجتهدنا فيها وصوبنا نحو البحث العلمي في السودان، كل علماء لدينا ندون كميات هائلة جدا من الاهتمام ومن المال ليقعدوا ويبحثوا صباح ومساء حول تطوير الزراعة في السودان، سنكون أفضل من كندا وسنكون أفضل من هو أستراليا. أنت دكتور بحكم أنك باحث عشان كده دار تعظم من عملية البحاثة، وهو فعلا الموضوع هي دي الحقيقة، هي دي أنا صحيح باحث في هذا المجال لكن هذه هي دي الحقيقة. الآن الباحث ليس من أولويات الحكومة السودانية بصراحة، وليس من اهتماميات حتى الشعب السوداني. لما نقول لك ده باحث زراعي ما في زول بيشتغل، لكن هو أس الحقيقة الاقتصادية في العالم كله. الآن الزراعة في العالم هي يعني المتوج، يعني وجود مركز بحث زي مركز ركائز المعرفة، وطبعا في مراكز أخرى ما أذكرها أو لا أستحضرها الآن، لكن وجود مركز كركائز المعرفة للدراسات والبحوث ألا يعد دليلا على أن الدولة والسودان متجه هذا على يعني على في مراكز كثيرة من الباحثين؟ نحن مركز دراسي بيدرس الحالات في السودان، وعملنا دراسات كبيرة جدا عن تغير المناخ في السودان والمحاصيل المحتاجة للتطوير في السودان، وعملنا سيرفي كامل في السودان وكيفية تمويل الزراعة، وعملنا سيرفي في مجال التسويق، وزرنا كباحثين لدولة جنوب أفريقيا وكيفية التعامل مع الزراعة والبحوث الزراعية، زرنا أضخم مؤسسة في ساوث أفريكا في عملية البحث الزراعي والعلمي. مجموعات ذهبت إلى كينيا إلى أثيوبيا وإلى كينيا وإلى يعني هو مركز متخصص في إجراء الدراسات المستعجلة جدا في السودان وقراءة الظواهر. صحيح إحنا ما متخصصين تخصص بحث في الزراعة بشكل، لكن بندرس العملية الزراعية من حيث السوق، من حيث الإدارة، من حيث التطوير، كل هذه الأشياء. يسهم مثل هذه المراكز تسهم في تطوير القرار في السودان، تساعد في اتخاذ القرار في السودان، تحت دي فوكس وتدي رؤية لمتخذ القرار وتروج لسلعنا في السودان وكيفية الانتاج. سؤالي نعم. وجودها ألا يعد اهتمام، يعني ده اهتمام في حد ذاته، ولا وجودها بالمطلوب منها والمطلوب في السودان عموما محتاج لأكثر؟ والله مثل هذه المراكز صحيح يعني قامت بعزيمة الشباب المستنير، في كثير من المراكز قامت مثل ركائز المعرفة، لكن فيها شباب مستنير ومتعلم وحاصل على درجات عليا وبيعملوا في مؤسسات علمية كبيرة جدا كأساتذة جامعات وكباحثين في هيئات البحوث الزراعية المختلفة وفي البحوث الصناعية. لكن نقول والله الدولة عامة هي ما قاعدة تهتم بمثل هذه المراكز وتعطيها من الاهتمام. يمكن ميزانية البحث العلمي في السودان لا تساوي 1.1 من 10%، لا تكاد تماما تدعم. نحن الآن يعني بنفوض على نفسنا فرص موجودة في الأمم المتحدة وفي منظمة الزراعة والأغذية، موجودة في الكوميسا، موجودة في شرق آسيا، ما قادرين نصل حتى الآن. يمكن يعني عشان يعني تحضر يعني ديل ممكن يدعمون إذا خطينا وقلناهم عندنا باحثين طبعاً. عندنا مراكز بحثية محتاجة تمويل، هم ممكن يدعموها. يس إذا دعمت هذه المراكز ووفرت لها الأموال المناسبة والتدريب العالي سيضيف إضافة كبيرة جدا في تطوير السودان في مجالاته المختلفة. تمام. طيب بنتكلم عن إنه أنت تكلمت كلام طيب وقلت إذا اهتموا المطلوب شنو عشان إحنا نستفيد فعلا من رفع العقوبات ونخلي انه زراعتنا تكون افضل بشكل تمام. يعني احنا مطلوب مننا شنو؟ الدوله مطلوب منها شنو؟ المزارع مطلوب منه شنو؟ المواطنين العاديين مطلوب منهم شنو؟ والله سؤالك جميل. المطلوب مننا احنا كسودانيين نخلي المحاصصه دي ونتجه اتجاه مباشر من رئاسه الدوله فوق وكل اجهزه الدوله. نحن بلد زراعي 70% بنعمل في الزراعه، ثروتنا الحيوانيه تفوق اكثر من 100 مليون راس، متدربين بشكل جيد في الزراعه، لكن محتاجين للاراده. يجب أن تبدأ الزراعة من أعلى قمة وتأخذ الاهتمام الأكبر. وزارة الزراعة يمكن زيادة في السنوات الأخيرة يبدو يأتوا إليها الزراعين، للأسف كانت وزارة للموازنات السياسية، يعطوها أي سياسي يصنقر يقعد فيها فترة يفوت ما يعمل فيها أي حاجة. لا بد أن تتكتب وثيقة للزراعة، لا بد أن تصبح الزراعة هي القاطرة الأساسية للاقتصاد السوداني وللتنمية في السودان. لا بد أن يهتم بالمؤسسات الزراعية، لا بد أن يهتم بالبحوث الزراعية، لا بد أن نهتم بالخريج الزراعي
ولا بد أن نفتح الأسواق الخارجية لما ننتجه من محاصيل زراعية في السودان. كل هذه العملية التي تحدثت عنها إذا وجدت الاهتمام وجدت الإرادة السياسية والقرار السياسي أصبح قرار تنموي وفي التنمية أصبح قرار زراعي، نستطيع أن نقود العالم بإنتاجنا الزراعي إن شاء الله سبحانه وتعالى. بنشكرك جزيل الشكر دكتور عصام دكين الخبير الزراعي والباحث بمركز ركائز المعرفة للدراسات والبحوث، شكرا جزيلا لك على هذه الكلمات الطيبة، نسأل الله أن يتقبل منك وأن يجزيك خير الجزاء، ونأخذ منك وعدا لمشاهدين الكرام بأن نستضيفك بشكل متكرر في هذا البرنامج حتى نملك مشاهدنا الكريم المعلومات التي يجب أن يمتلكها إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا مشاهدين الكرام، هذا الملف فتحناه ونذكر ونشير بلا إلى أننا سنستضيف فيه الخبراء والمختصين لنخرج بنتيجة نحمد الله سبحانه وتعالى عليها فيما بعد بإذن الله سبحانه وتعالى. نذكر بأن موضوع الغد هو أيضا تحت هذا العنوان واقع ومستقبل الزراعة، ولكن نخصص الحديث لتقانات وآليات تطوير الزراعة في السودان. حتى تجدد الملتقى تقبل تحيات الفريق العامل، سبحانك اللهم بحمدك، أنا أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.